يا رب الذي نصرته من ديارهم بغير حق الا ان يقول ربنا الله. نحن اهالي مدينه درعا شيبا وشبابا صغارا وكبارا كنا وما زلنا نعاني السلم لا نرغب بالحرب ابدا. وخلال الايام الماضيه اضرمنا اتفاق مع النظام السوري يحقن الدماء ويؤمن الناس ويحفظ كرامتهم، وتفاجأنا صبيحة هذا اليوم لنقف بنود هذا الاتفاق وموقفنا وبلغنا النظام اقتحام واسع لمحيط مدينة درعا الملك. سقط خلالها شهيدين مدنيين وعند جرحى، وما زال القصف مستمر لغاية تحرير هذا البيان. ونظرا لأننا نرفض القتل لغيرنا والموت لأنفسنا وإننا التزمنا بتنفيذ بنود الاتفاق، فإننا نحن أهالي مدينة درعا نطالب بترحيلنا إلى مكان آمن لتجنب الحرب التي ستكون ويل علينا. ونسلم مدينة درعا الملك إلى النظام عالية من السكان، والله المستعان على ما يصبون. حرر بتاريخ 28 تموز 2021 الساعة 10 ليلا درعا الملك. تكبير الله أكبر. يقول الله تعالى: رب الذي نصرته من ديارهم بغير حق الا ان يقول ربنا الله. نحن اهالي مدينه درعا شيبا وشبابا صغارا وكبارا كنا وما زلنا نعاني السلم لا نرغب بالحرب ابدا. وخلال الايام الماضيه اضرمنا اتفاق مع النظام السوري يحقن الدماء ويؤمن الناس ويحفظ كرامتهم، وتفاجأنا صبيحة هذا اليوم لنقف بنود هذا الاتفاق وموقفنا وبلغنا النظام اقتحام واسع لمحيط مدينه درعا الملك. سقط خلالها شهيدين مدنيين وعند جرحى، وما زال القصف مستمر لغايه تحرير هذا البيان. ونظرا لاننا نرفض القتل لغيرنا والموت لانفسنا واننا التزمنا بتنفيذ بنود الاتفاق، فاننا نحن اهالي مدينه درعا نطالب بترحيلنا الى مكان امن لتجنب الحرب التي ستكون ويل علينا. ونسلم مدينة درعا الملك إلى النظام عالية من السكان، والله المستعان على ما يصبون. حرر بتاريخ 28 تموز 2021 الساعة 10 ليلا درعا الملك. تكبير الله.